بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. جايين النهارده نتكلم على مركز محدش بيذكره الا بالسوق. دايما يقول لك حارس المرمى خرب بيوت، حارس المرمى خربها، حارس المرمى لما تألق يقول لك عادي تألق حارس المرمى فرق مع الفريق. بس سبحان الله يا اخي ما بيدوناش قيمتنا خالص، يعني دايما بيقعدوا يهزقونا لما بيجي فينا جوان. يعني زمان كنت بقف في الحيطه اربعه ومع ذلك كانت الكره بتيجي جون، مش عارف ازاي انا لعيب فيا ولا كان لعيب في الحيطه. بس بصراحه كانت ذكريات، بس الذكريات زباله ربنا لا يعودها. هو مركز حراسه المرمى من اهم المراكز اللي موجوده في الملعب، حاجة منطقية ان الحارس نص الفريق. احنا بقى جايين نختار خمس حراس في الوطن العربي، او بالنسبة لنا افضل خمس حراس في الوطن العربي. لو حابين نتكلم عن المركز الخامس فطبعا حارس الهلال السعودي عبد الله المعيوف، وحارس المنتخب السعودي، واحد من اكتر الحراس اللي انا بحترمهم جدا، عنده خبرات عالية جدا جوه الملعب، تحركاته تحت العارضة حاجة مميزة جدا، يعيبه فقط موضوع العرضيات. وموضوع العرضيات بالنسبة لاي حارس مرمى بيبقى فيها روشة كبيرة قوي ساعات، لان احنا بنخاف نطلع في الكور اللي فيها التحامات كتير، بنخاف نطلع ونغلط، بنخاف ان احنا جبل او تقول اسمك وتلاقي الكرة في الجول، بنخاف نطلع. في حراس كده بتحترم نفسها وبتخليها تحت العرض اغلب الوقت، ودي واحدة من اكبر مشاكل عبدالله المعيوف. لو كلمنا على الحارس الرابع اللي بعده، فطبعا لو رحنا لتونس فمعز بن شرفية. بالنسبة لي معز بن شرفية من الحراس التقال جدا. مفترض ان معز بن شرفية واي حارس مرمى لما بيكبر بيبقى عنده خبرة الملعب، يعني خبرة الملعب لازم تاخدها، سعادتك لازم يجي فيك كل الاجوان اللي ممكن تتخيلها، تمسك الهواء، كرة عرضية، شوطة من بعيد، واحد بيلعب عرضية تسقط ورا ظهرك، الكلام ده عادي، كور من بعيد او من شاطر من السلوم تيجي جاي، كل الحاجات دي منطقية. فمفترض ان معز بن شرفية من الحراس اللي جه فيه كل انواع الاهداف دي، فمفترض ان معز بن شرفية يكون نجم من نجوم المنتخب التونسي الفترة القادمة. بما ان المنتخب التونسي بيعاني مركز حراسة المرمى، فمعز بن شرفية مع الاصابة اللي كانت عنده اعتقد ان هو بعد رجوعه هيكون موجود في المنتخب التونسي، واعتقد ان معز بن شرفية حارس مرمى يقدر ان هو يشيل مركز حراسة المرمى في المنتخب التونسي. لو جينا المركز الثالث فطبعا رئيس هارون بولهيم، واحد من اكبر نقاط قوة المنتخب الجزائري حراسة المرمى، مركز حراسة المرمى. رئيس وهاب بولحي في كور رئيس بولحي بيطلعها تقعد سقف له، بس يعني تقعد سقف، بس سقف بس على التيك اوف، تسقف بس على نقطة الاقلاع بتاعته. الراجل بيروح وبيجيب من التمانيات، عمل واحدة جميلة جدا في كاس العرب، طلع واحدة من التمانيات حرفيا، مش عارف في ماتش المغرب او تقريبا في الماتش اللي بعد مباراة المغرب، واحدة كانت صعبة جدا لقيت ان هو طلعها، عمل سقف له بصراحة كتير جدا. وحتى في كاس الامم الافريقية كان كويس، حارس كويس جدا، وحارس بيديك ثقة وبيديك امان، حارس عنده خبرات تحس كده ان هو مرتاح، هو مرتاح وخط الدفاع اللي وراه لا اللي قدامه اسف بيبقوا مرتاحين لان هم عندهم ثقة عالية جدا فيه. لو وصلنا المركز الثاني فواحد من اهم الحراس اللي موجود عند المنتخب المغربي ياسين بونو. ياسين بونو مفترض ان هو حارس في اتشبيليه، واحد من اهم الانديه الاسبانيه، لعيب بيلعب ضد برشلونه، بيلعب ضد ريال مدريد، اي نعم في الماتشات الكبيره ياسين بونو بيكون مسقط وبيكون خايف شويه وبيكون متوتر شويه، وشخصيته في الماتشات الكبيره بيكون فيها مشاكل، بس لما بيكون في يومه بيكون واحد من افضل الحراس اللي ممكن تتفرج عليهم في عالم كره القدم. ياسين بونو حاجة تانية خالص وهو في يومه. ياسين بونو الماتشات اللي بيكون مركز فيها الموضوع بيكون مختلف تماما. انما الماتشات اللي مش مركز فيها بتلاقي ان ياسين بونو بيسقط حرفيا، يعني ياسين بونو الدنيا بالنسبة له بتكون ضايعة جدا. قلت لي بونو؟ بونو ايه؟ احنا بنتكلم على حراس مرمى في الوطن العربي. خلاص يا معلم، انا سيزنيتي، انا سيزنيتي حارس مرمى الرجاء، انا سيزنيتي برضه واحد من افضل الحراس اللي موجودين في المغرب، انا سيزنيتي واحد من الحراس اصحاب الخبرات، انا سيزنيتي حارس مميز جدا بالنسبة لي. كحد بيتفرج على الرجاء، لا انا سيزنيتي كان حارس عامل تقل في خط دفاع الرجاء. نتمنى له الشفاء ونتمنى ان يرجع بالسلامه. نمبر 1، لا مش نمبر 1، انا بص انا برقم شو، انا بختار الخمسه وفي النهايه طبعا لازم نيجي للنادي الاهلي. الحارس اللي جه رجع لنا الثقه والامان كده، الحارس اللي كنا قاعدين دكه لشريف اكرامي. وكان قاعد دكه لشريف اكرامي، كان قاعد دكه لشريف اكرامي. الحارس اللي كان لاعب وخد فرصه علشان خاطر يقدم شريف اكرامي شويه، بس مسك في الفرصه سعادتك لدرجه ان هو قدم شريف اكرامي نفسه، وهو محمد الشناوي. محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي، محمد الشناوي اللي كان جاي دكه لشريف اكرامي، محمد الشناوي اللي فعلا كان بيلعب علشان خاطر بنرب شريف اكرامي شويه. محمد الشناوي اول ما مسك في النادي الاهلي فرصته، محمد الشناوي داس على شريف اكرامي وداس على كل الحراس اللي موجودين على الدكه، والشناوي لما مسك فيها الموضوع بقى صعب. ربنا وفق محمد الشناوي، محمد الشناوي تعب. محمد الشناوي واحده من اكتر المميزات اللي موجوده عنده هي الكرات العاليه، الكرات العاليه اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع معيوف. محمد الشناوي من اكبر مميزاته ان هو بيريح خط الدفاع في الكره العاليه،
الكره العاليه الشناوي بيطلع يمسك، الشناوي بيطلع يخلص الموضوع. شناوي في الماتشات اللي بيتلعب كرات عاليه كتير شناوي بيطلع وبياخد، والشناوي كمان عنده ردود افعال سريعه جدا في الكور القريبه. يعني الشناوي لو في كور في الستة ياردة بتلاقيه ان هو ممكن يطلعها زي عصام الحضري كده، لقطه دروبا ورد الفعل اللي كان عالي. هتقول لي ما كل الحراس عندهم رد فعل عالي، هقول لك ما هي دي بلس بقى الكور العاليه. يعني بنتكلم على تمركز تحت العارضه، بنتكلم على ان هو بيطلع رايح زمايله في الكور الطوليه وبيطلع يمسكها، وبنتكلم على موضوع ان هو بيلعب بقدمين بس. ردارنا على الخمسه، فالخمسه عندهم مشاكل في موضوع اللعب بالاقدام ده. ساعتك احنا الشناوي كان في ماتشات في الدوري المصري بيحب انه يلعب برجليه فكان يخرب بيوت فيها. دول بالنسبه لي الخمس حراس اللي انا شايف ان هم الافضل في الوطن العربي. انت بقى شايف مين يا برو؟ لو عجبك بقى الفيديو قول لي رايك في الكومنتات، لو ما عجبكش الفيديو فقول لي خمس حراس غيرهم. وفي الحالتين كره القدم عالم مثير شويه، ان هو مش لازم كل حاجه احنا بنقولها نتفق كلنا مع بعض، وفي الاول وفي الاخر كلها مجرد اراء. انا عامل الفيديو ده بصراحه وانا قاعد بفكر ان انا هتكلم على مين مدربين اللي انا بكرههم بصراحه. نفسي احط حسام البدري واربعه مع حسام البدري ونقفل على كده، بس للاسف حسام البدري شخص واحد مش خمسه. لا عجبك الفيديو اعمل لايك.